كتاب المغازي إلى أين وصلنا؟ قال باب أول حديث حدثني خليفة. ماشي. قال البخاري رحمة الله مرضى عنا وعن شيخنا وعن والديه الحاضرين والمسلمين أمين. قال الإمام البخاري رحمة الله عليه قال في صحيحه وزن مع كتاب المغازي قال باب قال حدثني خليفة. لحظة طريق الحق ما. هذا سؤال عجيب جدا. ترتيب صلاة جماعية وقنوت جماعي في مكان واحد يحشد إليه الناس لأجل غزة وجزاكم الله خير. هذا سيصيب غزة بالذعر والرعب. هذا سيصيب غزة في مقتل، لأنه بذلك ابتداع في دين الله جل وعلا. والله والبدعة هدامة للشريعة هدامة للسنن. الذي يحدث هذا من البدع. لو أردتم ذلك كان في حوالك الناس. النبي صلى الله عليه وسلم الذي فعله قنت في الخمس صلوات، فلا نحشد خمس صلوات. أنا قلت للأئمة اقنطوا في الخمس صلوات، اقنطوا في المغرب والعشاء دون إذن ولي الأمر، لا يحتاج، خلافا للحنابلة. لكن حشد الناس في مكان واحد في وقت واحد للدعاء للقنوط للصلاة للختمة، كل ذلك ورب العزة على غزة ليس لغزة. إن لله أشوف هو هذا، شو هذا؟ وهذا نقول لهم صحيح المقدمة لك بشكك في الناس. قلت لهم إيران ستودي بكم إلى المهالك، إنهم يسلمونكم لليهود، إن الروافض أخبث خلق الله وأضل خلق الله وأضر خلق الله، لا يسمعون القوم لا يسمعون. أنا كنت في حلقة المذيع بيقول لي طب كيف فهموك خطأ لما قلت لا لبيك، لا تقول لبيك أقصى، قل لبيك الله، ويحسبون إنه هذا يعني لا يجوز. قلت القوم لا يريدون الفهم، هم لا يريدون الفهم أصالة، هم تربوا على شيء تشبه 40 سنة تربوا على شيء هو ده فقط، وإلا فأنت الذي رد معك أدريسي الحمد لله أحسن كثير. يبقى إذن أنت الذي تريد تهدم عروشنا التي بنيت، بنيتم العروش على خطأ. اتقوا الله ربكم، استووا في الدين عشان يستوي لكم الأمر. تفضل يا شيخ. خليفة من؟ خليفة ابن حيات رحمه الله. نعم، ومن سقاط الأزبات. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري وهو من سقاط الأزبات. قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة وهو أزبت الناس في قتادة. قال عن قتادة. قتادة من نوادر الحفاظ، وهو من أزبة الناس في أنس. عن أنس رضي الله عنه. وأنس من السبع المكثرين عن النبي الأمين. صلى الله عليه وسلم. أنه قال مات أبو زيد ولم يترك عقبة وكان بدريا. أشوف هنا أيضا في هذا الباب يبين لك البدريين. إحنا قلنا أن خير الناس على الإطلاق كما قال جبريل، خير الناس على الإطلاق هم أهل بدر. فقالوا خير الملائكة أيضا هم أهل بدر. وهذا الحديث الذي أخرجه البخاري أخرجه مع البخاري. أراد أن يبين خير الناس في الذين يعني قد قاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. ومحمد عبد الله المثنى العنزي، ابن عبد الله بن أنس بن مالك أو المثنى، وقيل أبو عبد الله البصري القاضي بالبصرة الثقة الصدوق، ورد مع المبارك 18 و100، وقيل 15 و200 مات فيها. أخرج له وأبو زيد لعله قيس بن السكن ابن قيس بن زعوراء بن حرام بن جندب بن عامر بن غن ابن عدي النجار كما ساق ابن سعد. قال وكان أبا زيد، وأذكر أنه ممن جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان لهم من الولد زيد وإسحاق وخولة، وأمهم أم خولة. وفي أنه شهد بدرا، وهذا يعني على الأقل أراد أن يبين المكانة، لأن أهل بدر هم خير الناس على الإطلاق. المفرد الأدب المفرد أحمد، في الأدب المفرد لو سمحت. جاء رجل للرسول صلى الله عليه وسلم يبايع على الهجرة. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم، فإن الهموم
الهموم بقدر الهمم.